أخي، يجب علي أن أذهب. عثمان أخي، هذا الجرح لا يدعني أقف على قدمي. إن حل بك شيء وأنا في هذه الحالة فسأكون في ضيق. لا تقلق علي يا أخي، وكن مطمئنا. عثمان، هذا صحيح. حتى السادة باتوا يعادونك يا بني. لا داعي لهذا القلق سيد بانزي، حان وقت الانقضاض على رأس العدو. سلمت عثمان، الحرب تعيد تأهيل البطل، وإلا فإننا سنصد. هيا إذن. هيا. ها هو السيد عثمان، ماذا يحدث؟ لا أعلم. هيا بنا يا كرام. هيا أهلا بكم. أهلا سيد عثمان، سمعنا ما حدث لسيد بندوس وأردنا أن نطمئن عليه. سلمتي، قلبه أقوى من السهم، سوف ينجو. لكن إن الجروح تتفتح حين يصيب السهم القلب. ولقد انفتح جرحه في قلبي وينزف على الدوام، وحتى لو أعطوني الدواء فسأتركه ينزف. إن جرح الحب لا يكره ألمه بل يحمد. انتظر يا عثمان، أنت ستكونين وطني في هذا العالم، سأعود كل لحظة انتظرتني فيها لنكون معا. اصبري قليلا، لا تبخلي علي بالدعاء يا ورده.